عالية. اليوم نوجدوا واحد طبق دروز زوين ونوريكم كيفاش تقدموه على طريقة جميلة باش تعجبوا صحابكم وعائلتكم فاش يجيو عندكم للدار. يلا نبداو. الخطوة الأولى إعداد المكونات. بالنسبة للخضار نحتاجو أناناس، الجزر، الفلفل الأحمر، البصل والطماطم، وكذلك القزبور، الكاجو والحامض الأخضر. نستعملو نصف بصلة، قشروها وقطعوها إلى مكعبات صغيرة. قطعوا الطماطم إلى أرباع، زولوا البذور ثم قطعوها إلى شرائح ومكعبات. قشروا الجزر، قطعوه في الطول وزولوا اللوب. قطعوا الجزر إلى شرائح ثم مكعبات. قطعوا الجزء العلوي للفلفل الأحمر، قطعوا الفلفل إلى أرباع، زولوا البذور والجزء الأبيض بالداخل، ثم قطعوا الفلفل إلى شرائح ومكعبات. قطعوا الجزء العلوي للأناناس، قطعوا الأناناس إلى نصفين، قطعوا حول الحواف لفصل الأناناس من القشرة. يمكن لكم تذوقوا شوية. زولوا داخل الأناناس بدون تقطيع القشرة حتى نستعملوها من بعد. زولوا لب الأناناس، ثم قطعوا الأناناس إلى مكعبات متوسطة الحجم. قطعوا القزبور ناعما، ثم قطعوا الكاجو إلى أجزاء صغيرة. الخطوة الثانية، تحضير الأرز بالأناناس. بالنسبة لبقية المكونات نحتاجو الرز المطبوخ، الجمبري، البيض، زيت النباتية، الإبزار، ثوم وصلصة الصوجة. على نار متوسطة سخنوا الزيت النباتية في مقلاة عميقة، ضيفوا الجمبري وطهيوه بضع دقائق حتى اللون يتغير من شفاف إلى وردي. لما الجمبري يوجد احتفظوا به في إناء، في نفس المقلاة ضيفوا البيض وحركوه بملعقة خشبية. طهيوا البيض لمدة دقيقة حتى يكون نصف مطبوخ. ضيفوا الرز إلى المقلاة وخلطوه مع البيض، طهيوه لمدة 3 دقائق وانتم تتحركوا في نفس الوقت. ثم احتفظوا بالبيض والرز في وعاء، في نفس المقلاة ضيفوا ملعقة كبيرة من الزيت النباتية وضيفوا البصل والثوم المفروم، طهيوهم لمدة دقيقة، ثم ضيفوا الطماطم وواصلوا الطهي لمدة دقيقة أخرى. احتفظوا بخليط البصل والطماطم في وعاء، ما زال في نفس المقلاة ضيفوا الجزر وطهيوه لمدة 2 دقائق، ثم ضيفوا الفلفل الأحمر والأناناس. طهيوا وانتم تتخلطوا باستمرار لبضع دقائق حتى يكونوا نصف مطبوخين. رجعوا في المقلاة الجمبري وخليط البصل، خلطوا كل المكونات، ضيفوا صلصة الصوجة والإبزار حسب الذوق. الآن ضيفوا الكاجو ثم خليط الأرز، مزجوا كل المكونات، ضيفوا القزبور المفروم لمذاق طازج، خلطوا وطهيوا لمدة دقيقة. قدموا هذا الرز على الفور في نصفي الأناناس. يمكنكم تضيفوا شوية الحامض الأخضر لنكهة أكثر. رائحة هذا الطبق رائعة. صحة وراحة.